بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب السير إذا دفع من عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه بأنه قال: سئل أسامة رضي الله عنه وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق. قال الحافظ رحمه الله: العنق هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع، يعني لا مسرع ولا متباطئ بل وسط. العنق هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع. كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة أي سعة نص. قال الحافظ: نص أي أسرع، إذا وجد سعة أسرع، وإلا فهو متوسط لا بطيء ولا سريع. قال هشام: والنص فوق العنق، يعني أسرع من العنق. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله: فجوة متسع، إذا وجد متسعا أسرع، والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء، مناص ليس حين فرار. مناص بمعنى ليس وقت فرار. باب النزول بين عرفة وجمع، بين عرفة ومزدلفة. حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب، الشعب بين الجبلين، مال إلى الشعب فقضى حاجته يعني من بول ونحوه، فتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: الصلاة أمامك، يعني بالمزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بعد غروب الشمس، ولم يصلي المغرب حتى وصل إلى المزدلفة. فلما وصل مزدلفة أمر المؤذن فأذن وأقام وصلى المغرب ثلاثا، ثم أقام وصلى العشاء ركعتين قصرا. فليلة المزدلفة تأخير المغرب إلى الوصول إلى المزدلفة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، أي بالمزدلفة، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فينتفض، يعني يقضي حاجته ويتوضأ، ولا يصلي حتى يصلي بجمع أي بالمزدلفة. حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: ردفت أي ركبت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب بين الجبلين
الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ راحلته فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء أي الماء، فتوضأ وضوءًا خفيفًا، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك، أي بالمزدلفة. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل أي ركب الفضل بن عباس رضي الله عنهما وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع أي صباح المزدلفة. قال كُريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم يبدأ التكبير. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة، يعني عدم الإسراع عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالصوت، يشير بالصوت إلى الناس يعني لا تسرعوا، صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا إبراهيم بن سويد، حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، أخبرني سعيد بن جبير مولى والب الكوفي، حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل، يعني سمع ناس يسرعون، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، يعني عدم الإسراع، لا يؤذي بعضكم بعضاً، فإن البر ليس بالإيضاع، أي فإن العمل الصالح ليس بالإسراع، الإيضاع السير السريع، يعني لا تسرعوا وتؤذوا بعضكم ويؤذي بعضكم بعضا، فإن البر أي الطاعة ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع. البخاري رحمه الله يفسر بعض الكلمات: أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم، وفجرنا خلالها بينهما. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كُريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب بين الجبلين فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك، يعني بالمزدلفة. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ أي أكمل الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيرة في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى يعني العشاء، ولم يصل بينهما يعني من السنن الرواتب، فالمسافر لا يصلي السنن لأن الله خفف عن المسافر فجعل الرباعية قصر. باب من جمع بينهما ولم يتطوع، يعني لم يصلي السنن الراتبة. حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع أي بمزدلفة، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما أي لم يصلي السنن، ولا على إثر أي بعد كل واحدة منهما لم يصلي السنن الراتبة، فالمسافر لا يصلي السنن الراتبة إلا الوتر وسنة الفجر. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي
قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة، باب من قدم ضعفة أهله بليل، يعني من المزدلفة. الضعفة والأطفال يجوز خروجهم من مزدلفة قبل الفجر في آخر الليل خوفا من الزحام. باب من قدم ضعفة أهله بليل، يعني من المزدلفة قبل الفجر، فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر، أن يقدم من مزدلفة إذا غاب القمر ليلة المزدلفة. إذا غاب القمر أذن للضعفة أن يخرجوا من المزدلفة قبل زحمة الناس. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، جمرة العقبة الأخيرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رخص للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة في آخر الليل. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع، أي من مزدلفة بليل، لأنه كان غلام فخرج مع الضعفة في آخر الليل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله إذا غاب القمر بيان للمراد من قوله في أول الترجمة بليل، ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير. مغيب القمر ليلة المزدلفة يقع عند أوائل الثلث الأخير، يعني في بداية الثلث الأخير. ومن ثم قيده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني، نصف الليل الثاني. فغروب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير من الليل. حدثنا علي، حدثنا سفيان قال: أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، يعني في عندما غاب القمر، وذلك في بداية الثلث الأخير من الليل. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله مولى أسماء رضي الله عنها عن أسماء رضي الله عنهما أنها نزلت ليلة جمع، ليلة المزدلفة، عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، وذلك في بداية الثلث الأخير من الليل. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا، أي بكرنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، أي أذن للضعفة من النساء أن يخرجن في قبل الزحمة إذا غاب القمر بداية الثلث الأخير من الليل. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان
حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، أي ليلة المزدلفة، وكانت ثقيلة، يعني جسمها ثقيل، ثبط فأذن لها، أي في بداية الثلث الأخير من الليل. حدثنا أبو نعيم، حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تدفع قبل حطمة الناس، أي قبل الزحمة، وكانت امرأة بطيئة، يعني مشيها بطيء، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، أي قبل زحمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه. فلأن أكون، تقول أم المؤمنين عائشة، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به، يعني أحب إلي من أشياء أفرح بها. في هذه النسخة باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، أي المغرب والعشاء. حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، أي العشاء أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم يعني صلاة العشاء، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام، يعني لصلاة العشاء. قال عمرو: ولا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى السنن الراتب، ثم أمر، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة، يعني في أول الفجر، إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم، يعني كان بعد الأذان يصلي ركعتين ويتأنى قليلاً، وأما في ليلة الجمع صلى الفجر في أول وقتها ولم يتأنى. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب يعني تؤخر إلى الأصول المزدلفة بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر، يعني حين يطلع الفجر في أول وقت. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب متى يصلي الفجر بجمع، أي بالمزدلف. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، يعني ليلة المزدلفة، أخر المغرب حتى وصل المزدلفة، وصلى الفجر قبل ميقاتها، يعني في أول الوقت، لكن كان في العادة يعني يتأنى قليلاً، ولكن في ليلة الجمع عندما طلع الفجر صلى الفجر. حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعاً المزدلفة، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، أذان واحد وإقامتين، والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول: طلع الفجر، يعني في أول الوقت،
وقائل يقول لم يطلع الفجر، يعني في أول الوقت. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، تأخير المغرب إلى الوصول إلى المزدلفة، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، أي يدخل وقت العشاء، وصلاة الفجر هذه الساعة، يعني عندما يطلع الفجر. ثم وقف حتى أسفر، أي يدعو الله عز وجل حتى أضاء النور. ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة عقبة يوم النحر. فالتلبية من حين الإحرام إلى أن ترمى جمرة العقبة يوم النحر. باب: متى يدفع من جمع، أي من مزدلفة. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع، أي المزدلفة، الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. المشركون كانوا لا يخرجون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، ثبير اسم جبل، يقولون المشركون يقولون: أشرق ثبير، فكانوا لا يخرجون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. باب التلبية والتكبير غداة النحر، يعني صباح يوم النحر حين يرمي الجمرة، والارتداف في السير، يعني أن يركب وراءه إذا كانت الدابة تتحمل. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، يعني أركبه وراءه، فأخبر الفضل رضي الله عنه أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا وراءه من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل رضي الله عنه من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فالتلبية من حين الإحرام إلى أن ترمى جمرة العقبة يوم النحر. باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا النضر، أخبرنا شعبة، حدثنا أبو جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة التمتع بالعمرة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور، يعني جمل أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، أو 7 يشتركون في جمل عمره 5 سنوات، أو 7 يشتركون في بقرة عمرها 2 سنين. قال: وكأن ناساً كرهوها، أي التمتع، فنمت فرأيت في المنام كأن إنساناً ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر،
سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني التمتع. التمتع لمن لم يسق الهدي أفضل المناسك، أفضل النسك. قال: وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة: عمرة المتقبلة وحج المبرور. باب ركوب البدن. إذا كان معك بعير هدي وأنت ليس عندك ما تركب، يجوز أن تركب الهدي إلى يوم النحر ثم تنحر. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد رحمه الله: سميت البدن لبدنها، والقانع السائل، والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، والعتيق البيت العتيق الكعبة المشرفة عتقه من الجبابرة حفظ الله بيته من الظلم. ويقال وجبت البعير عندما يطعن تسقط اسقط إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس إذا غربت. فالبعير ينحر وهو قائم ويده اليسرى معقولة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنه، أي يسوق بعيراً ما عنده ما يركب وهو يسوق بعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها، اركب البعير إلى أن يأتي يوم النحر. فقال: إنها بدنه، يعني إنها هدي. فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية. فإذا لم يكن عندك ركوب وعندك بعير هدي يجوز أن تركب إلى أن يأتي يوم النحر، وهذا من رحمة الله تعالى. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة، يعني هدي. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ثلاثاً، أي ثلاث مرات. باب من ساق البدن معه، يعني من الميقات، يسوق الهدي من الميقات. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع، والنبي كان قارن، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، يعني قرن بينهما وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني إذا كان معه الهدي فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يقصر ويجعلها عمرة ثم يهدي، يحرم يوم التروية ويهدي يوم النحر. ومن لم يجد هديا يصوم ثلاثة أيام قبل عرفة وسبع إذا رجع إلى أهله. ومن لم يكن منكم أهدى فليطلب بالبيت
وبالصفا والمروة، وليقصر يعني من الشعر كله، وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أي الحجر الأسود أول شيء، ثم خب أي رمل 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعتين أي سنة الطواف، ثم سلم فانصرف، ثم بعدما صلى 2 ركعتين استلم الحجر الأسود وخرج إلى صفا، فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض إلى الكعبة فطاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه يعني قرن بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأبيه عبد الله بن عمر: أقم أي لا تحج، فإني لا آمنها أي لا آمن من الفتن أن تصد عن البيت يعني يمنعك العدو عن البيت. قال ابن عمر رضي الله عنه: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفس العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء اسم مكان أهل بالحج والعمرة قرن، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد اسم موضع، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، يعني القارن إذا قدم يطوف ويسعى ويبقى على الإحرام إلى يوم النحر، فإذا أفاض يوم النحر يطوف طواف الإفاضة، والسعي الأول يكفيه للحج والعمرة لأنه لم يتحلل في أول الأمر. وأما من تحلل فلا بد أن يطوف ويسعى طواف الإفاضة وسعي الحج، وأما القارن يكفيه السعي الأول إذا ساق الهدي ولم يتحلل، فلم يحل حتى حل منهما جميعا يعني يوم النحر. باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده يعني يعلق في عنق البعير قطعة من جلد علامة على أن هذا هدي، علامة على أن هذا هدي، وأشعره. الإشعار هو أن يسلت الدم من سنام البعير قليلا ويلطخ ذلك المكان بالدم علامة على أن هذا هدي، قلده وأشعره بذي الحليفة. يطعن في شق سنامه الأيمن، الإشعار معناه يطعن بالسكين في شق سنام البعير الأيمن بالشفرة أي بالسكين، ووجهها قبل القبلة باركة، يعني علامة على أن هذا هدي يعني قليل لا يطعن طعنا قويا يعني قليل حتى يسيل الدم من سنام من الجانب الأيمن من سنام البعير، ثم يعني يمسح ذلك الدم في ذلك المكان علامة على أن هذا هدي يسمى إشعار. حدثنا أحمد بن محمد
أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 14 يعني 1400 من أصحابه، يعني جاءوا للعمرة، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة، فلما صده المشركون نحر هديه وتحلل وحلق رأسه وتحلل ورجع. ثم العام القادم سنة 7 اعتمر صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو نعيم حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت أي أصلحت قلائد، أي ما يعلق على عنق الهدي، فتلت أي أصلحت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها أي قلد الراحلة، قلد البعير قطعة من جلد علامة على أن هذا هدي، وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. إذا أرسلت بالهدي مع الحجاج لا يحرم عليك شيء لأنك ما أحرمت، أرسلت الهدي مع الحجاج لا يحرم عليك شيء. باب فتر القلائد للبدن، أن إصلاح الحبل الذي يعلق في عنق الداب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا، أي الذين أحرموا بالعمرة، ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي، وضع شيء على الشعر مثل صمغ حتى لا يتطير، قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج، يعني يوم النحر. فالقارن الذي ساق الهدي يطوف ويسعى ويبقى محرم إلى يوم النحر. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، أي يرسل الهدي مع الحجاج، فأفتل أي أصلح قلائد هدي، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. إذا أرسلت بالهدي ما يحرم عليك شيء لأنك ما أحرمت. باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، يعني قرن صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل لأنه لم يحرم، إنما أرسل الهدي مع الحجاج. باب من قلد القلائد بيده، أي أصلحها بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:
ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلت أي أصلحت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها أي وضعها في عنق الدابة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. إذا أرسلت الهدي ولم تحرم ما يحرم عليك شيء. باب تقليد الغنم، يعلق في عنق الغنم إذا كان هدي. حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما بعث بها هدي. حدثنا أبو النعمان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، حدثنا منصور بن المعتمر، وحدثنا محمد بن كثير. أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أفتل أي أصلح قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت أي أصلحت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعني القلائد قبل أن يحرم. باب القلائد من العهن أي من الصوف. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن أي من صوف كان عندي. باب تقليد النعل، أن يعلق النعل في عنق الدابة علامة على أن هذا هدي. حدثنا محمد، أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها، قد علق النعل في عنق البعير علامة على أن هذا هدي. تابعه محمد بن بشار. حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الجلال للبدن، ما يوضع على ظهر البعير من الجلود وغيرها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام. الجلال الجلد الذي يوضع على ظهر الجمل كان لا يشقه إلا موضع السنام، لأجل يجرح جانب السنام الأيمن علامة على أنه هدي. وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها الهدي وما عليه من جلد وغيره يتصدق به. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه
قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها، يعني كل ما على البعير من جلد أو غيره يتصدق به إذا كان هديا. قال الحافظ: وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. الجلال هو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية عن الخوارج، وهم قوم مبتدعون في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، ونخاف أن يصدوك يمنعوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع. أشهدكم أني أوجبت عمره، حتى إذا كان بظاهر البيداء اسم مكان، قال حتى قدم معم. قال: فما شأن الحج والعمرة إلا واحد. أشهدكم أني جمعت حجة مع عمره، يعني قرن، وأهدى هديا مقلدا اشتراه حين قلم حتى قدم، فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء لأنه قرن وساق الهدي، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر أي يوم النحر، ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول. القارن عندما يقدم يطوف ويسعى ويبقى على الإحرام، ويوم النحر يطوف طواف الإفاضة، والسعي الأول يكفي. ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم، طاف وسعى عند القدوم وبقي محرم إلى يوم النحر، طاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم. باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، يعني يوم 25 من ذي القعدة، خرجوا من المدينة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، يعني يقصر ويتحلل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهي رضي الله عنها. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع خالد بن الحارث، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله، قال ابن التين رحمه الله: منحر النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد، وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي رحمه الله من طريق ابن جريج عن طاووس رحمهم الله. قال: كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى عن يسار المصلى، وقال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر.
حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثنا أنس بن عياض، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع، أي من مزدلفة، من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم، مع حجاج فيهم الحر والمملوك. باب من نحر هديه بيده. حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه، وذكر الحديث قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياماً، وضحى بالمدينة 2 كبشين أملحين أقرنين. مختصراً، فإذا كنت تحسن النحر تنحر بيدك، وإن وكلت غيرك لا بأس. باب نحر الإبل مقيدة، أن يكون البعير قائم ويده اليسرى معقولة وينحر وهو قائم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته، يعني برك بعيره ينحرها، قال: ابعثها، أي قائمة، ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإبل تنحر وهي قائمة. وقال شعبة عن يونس: أخبرني زياد. باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سنة رسول الله، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صواف قياما، يعني تنحر الإبل وهي قائمة. حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 لأنه مقيم، والعصر بذي الحليفة 2 لأنه مسافر، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء اسم مكان لبى بهما جميعا، أي بالعمرة والحج، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، يعني الذين لم يسوقوا الهدي، يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويجعلوها عمرة، ثم يحرموا يوم التروية بالحج وعليهم الهدي. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة 2 كبشين أملحين أقرنين. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 لأنه مقيم، والعصر بذي الحليفة 2 لأنه مسافر، وأن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه، ثم بات حتى أصبح، فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء اسم مكان أهل بعمرة وحجة، يعني قرن صلى الله عليه وسلم. باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. الجزار الذي ينحر الهدي لا يعطى أجرته من النحر، بل يعطى أجرته خارج اللحم. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن، فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها، أي ما كان على ظهر البعير. قال سفيان: وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها،
الجزار لا يعطى من اللحم أجرة، يكون أجرته غير ذلك. باب يتصدق بجلود الهدي، الجلد يتصدق به. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن جري قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ما كان على ظهرها من الجلود وغيره، ولا يعطي في جزارتها شيئا. الجزار أجرته خارج اللحم. باب يتصدق بجلال البدن، وهو ما يكون على ظهر الجمل. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن عليا رضي الله عنه حدث قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، 100 من الإبل. أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء الهدي تقربا إلى الله جل جلاله. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها ما كان على ظهر البعير فقسمته، فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله وهو خير له عند ربه. الله أكبر. باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، إذا صدت وأنت محرم وجب عليك الجزاء، فإذا ذبحت الجزاء لا يجوز لك أن تأكل من جزاء الصيد. وكذلك إذا نذرت لله نذر وذبحت ذلك النذر لا تأكل منه لأنك نذرته لله، ويؤكل مما سوى ذلك. أما الهدي، هدي التمتع، هدي القران، هذا يؤكل منه، تأكل منه وتتصدق. وقال عطاء رحمه الله يأكل ويطعم من المتعة، أي من هدي التمتع. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن جري، حدثني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاثمنا، يعني زيادة على 3 أيام، أيام التشريق، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. على كل حال، لحم الهدي يجوز أن يدخر، تذبحه وتتصدق منه وتدخره